اهلا وسهلا ميرنا. وين كنتي؟ الله يوفقك لا تعمل شيء. لو كنت بدي قتلك كنت قتلتك من زمان محي، بس ما قتلتك، خدشتك. فكرتي انك تتخلصي مني؟ مشان الله لا تقتلني، مشان الله. ليش أنا بسخف فيك يا ميرنا؟ أنا جيت لعندك، اشتقت لك. اشتقت لمرتي، ميرنا. يعني أكيد ما في مشاكل بنوب؟ لا إن شاء الله كل شيء تمام. شكرا. بما أنه خليل بيك تدخل، خلال يوم أو يومين بيكون قرضك جاهز. ماني مصدقة. إيه ميرنا؟ محل جاتو. مزبوط. والله صرتي سيدة أعمال. إذا بتسمحوا لي أنا بدي أمشي. ما بتشربي كاسة شاي تانية؟ تسلمي، بدي روح حتى بلش بالإجراءات فورا. نتشكرك. عفوا خليل بيك، نحن يلي منشكرك لأنك اشتغلت معنا. شكرا إليك. خاطركم. أهلين. الله معك، الله يسلم إيديكي. الله يسلمك، لا تعذبي حالك، بنزل لحالي. لا معقولة؟ تفضلي. أيوة، لازم نحتفل بهالشي، مو هيك؟ لازم نحتفل بشغلتين. أكيد، المسا منطلع لشي مكان، أنا عازمكن، ما بدي اعتراض. أنا ما بقدر أعزمكن إلا ما يبدأ محل الجاتو ويعطيني أرباح، موافق؟ إيه، تسلموا. بدنا يكون فيه موسيقى، مو أحسن هيك؟ مو مهم رأيي، أساساً أنا ماني رايحة. ليش؟ ما بقدر، أنا ما رح روح. روحوا أنتوا مع بعضكم. ليش روحي معنا؟ لا، روحوا أنتوا واحتفلوا. طالما هيك منحتفل بالبيت بصير ليلى؟ وليش ما بصير؟ أساساً أنا ما دخلني. يا حبيبتي، الشاب اشتهى، لازم تطلعي. أنا كنت حابب نطلع مع بعض عيلة وحدة. الأيام جاية ومنطلع، والليلة عم تابع مسلسل، ما بدي روح حالي. مثل ما بتحبي، لكن رح قلن يحجزولنا بشي مطعم مرتب. خبريني، دبرتي كل شيء وجاي لتطالعيني من هون فورا، مو هيك؟ شكرا لك. ايه ايه ايه، وبعدين لتكوني اشتقتي لي لكان. ايه بدي حصصك كلهم. ليش لا؟ عم بمزح معك معلم. اسمعيني، انت عم تساوميني لتطالعيني من هون، ما؟ أبداً.
أنا مو شغلتي طالعك من السجن. لكان شو قاعدي عم تخبصي؟ أنا لقطت عليك شغلة، مو بس بتعطيني علي حصصك وحتى روحك كمان. وشو هالشي اللي أغلى من روحي؟ هاتي احكي لها شوف. أنا اكتشفت سر الأرقام. أي أرقام؟ الأرقام يلي على صندوق خليل. وشو هالسر؟ لتعطيني الحصص بالأول. ما بيهمني الأمر. كتير منيح. اليوم رايحة على البوسنة. ايه على البوسنة، ومن هون لكم يوم بكون خلصت شغلي، وانت اكيد بتكون فكرت. حصصك كلن. طلعي الارقام ما لها اهميه بنوم. مثل ما بدك يا حرس. فيكن تاخذوه. ما رح اعطيك شيء ابدا، ما رح تقدري تاخدي مني شيء ابدا. معقول؟ سهيلة ما عم تنهضم معي أمي، بقلن ما بيصير بيضغطوا علي. خلاص رح نلاقي لها حل. شو في حل انت التاني كمان؟ ليش في حدا عم يسمع لحدا؟ إذا ما سمع لي إيه خلاص مو وقتك هلأ. كل ما ضغطتي عليها سهيلة بخالفكن أكتر. سكتنا له قام دخل بحماره، كل ما سكتنا كل ما زاد أكتر. وهالبنت ما ننظيفة، هي ورفيقة زاهر هديك ماتت. دخيلك يا ربي. ما شفتي الناس اللي حواليها؟ ما شفتي رفقاتها بالجنازة؟ شو نوعيتهم؟ برأيي حتى يسكر تم البنت عم بيقول لها خطبة وما خطبة. بكرة بتشوفي ما راح يتجوزها. عم يحتفلوا بالخطبة ولبسوا المحابس، شو في غيره؟ وبيقول لي قال ما راح يتجوزوا. اسمعوا على الحكي. ما راح نوصل لهنيك. لا، وإذا وصلت محسوبك بخربة الأمور. لا يكن لك فكرة. يلا كلي. مشان الله لا تواخذوني، قلت لكم بلا ما اجي. منيح اللي اجيت. على مين صرفتي مصرياتي؟ أحكي ما رح أزعل. صرفتهم على أمي بالمشفى. متوقع أني صدقك؟ والله على أمي. ليكي مرة تانية بتلعبي علي أي لعبة. والله العظيم ما رح أرحمك يا أميرنا. فهمتي؟ اللي بيلعب علي بيتعاقب. من يوم ورايح هيك.